بسيط مريح سريع. اجعل حلم البطن القوي النحيف يصبح حقيقة الآن. استمتع بإنجوي سي، الجهاز الرياضي ذو الوظائف المتعددة. تمارين البطن لا، تمارين الأرداف لا. القضاء على دهون البطن أشبه بالحرب الضارية، ولكن معنى لا حاجة لكل ذلك أبدا، فقط ادفعها الآن. إنجوي سي، جيل جديد من الأجهزة الرياضية ذات الوظائف المتعددة، حجم مرن وقوي بنفس الوقت. ادفعه إلى الأمام والخلف باستخدام العجلات المرفقة لدفع الوزن. بتكرار التمارين أكثر من مرة سوف يعتاد جسمك عليه ويصبح سهل التنفيذ. حقا التمرين سهل للغاية. مع إنجوي سي أستطيع الحصول على قوام مرشوق. عضلات البطن تمرنت واسترخت أكثر من مرة، وحتى وإن كانت قوة الدفع صغيرة، إذا ما زالت العضلات تتمرن. إلى اليسار، إلى اليمين، والآن بالمنتصف. بهذه الطريقة تتدرب جميع عضلات البطن. لا تتوقف حتى تحرك جميع العضلات. تخلص من دهون البطن، الدهون المتراكمة تحت الأضلاع، دهون الأرداف، الفخذ، الساق، الذراع. وكأنك تمارس مجموعة من تمارين الأيروبكس المختلفة. الدراجة، الأثقال، الأوزان، جهاز تمارين البطن والكثير غيرها. الآن يمكنك استبدال كل هذه الأجهزة الرياضية باهظة الثمن بجهاز واحد فقط هو إنجوي سي. باستخدام جهاز واحد فقط يمكنك ممارسة العديد من التمارين الرياضية. عوادم سيارة، شمس حارقة، غبار وعوادم، كل هذه العوامل تجعلك تتخلى عن تمريناتك اليومية. ابدأ رياضة بسيطة وممتعة في المنزل الآن. يمكنك أيضا الاستماع إلى أغنية أو مشاهدة التلفاز. ربات البيوت الغير مهتمة بالرياضة، الأزواج الذين يتحججون بضيق الوقت، ولكل كسول لا يحبذ ممارسة الرياضة أيا كان الشخص أو السبب، الجميع يمكنه ممارسة الرياضة بالمنزل. من الممتع عدم الشعور بالملل أثناء ممارسة الرياضة والتخلص من الدهون بنفس الوقت. ألم الظهر أو الركبة لا تمثل عائق أمام إنجوي سي، فما زال بإمكانك استخدامه. يتمتع إنجوي سي باحترافية عالية في التعامل مع جميع القوى الدافعة، حتى وإن كانت حركتك ضعيفة فهو يقوم بالاستجابة لها. بالتالي يمكن لكبار السن استخدامه، وكذلك الأشخاص الذين لا تتمتعوا بلياقة بدنية. بعمري هذا ما أستطيع استخدام إنجوي سي بسهولة. دهون متراكمة، علامات تمدد، ترهلات البطن، دهون دهون دهون. الحل الأمثل للقضاء على كل تلك المشكلات هو إنجوي سي، الجهاز المتعدد الوظائف. أولا بسيط ممتع وسريع، هي أهم سمات إنجوي سي. فعال، مسلي، بسيط. ادفع، اسحب. استثمر 5 دقائق من وقتك في اليوم باستعمال إنجوي سي، وبذلك تحصل على شكل القوام الذي تريد. يمكنك استخدامه داخل البيت ولا يتطلب مساحة كبيرة، حتى وإن كنت بالصيف أو في غبار الربيع لا مشكلة، تمرن بأي مكان أي وقت. ثانيا باستخدام إنجوي سي الفرق يتضح سريعا. ادفع بطنك وقلصها للخلف مع قوة دفع صغيرة بالاتجاهين، تحصل على عضلات بطن مميزة. فقط قم بتعديل المسافة حتى تحصل على قوة التمرين الذي تريد، سواء قوي أو متوسط. من الأنسب وضع سادة ناعمة تحت قدميك أثناء التمرين. ثالثا إنجوي سي مصمم لتمرين جميع العضلات، يسار، يمين، منتصف. فتحصل المرأة على قوام فينوس والرجل على قوام ذو عضلات مميزة. الآن تحدي بناء العضلات. إلى اليسار، إلى اليمين، والآن بالمنتصف. بهذه الطريقة تتدرب جميع عضلات البطن. لا تتوقف حتى تحرك جميع العضلات. تخلص من دهون البطن، الدهون المتراكمة تحت الأضلاع، دهون الأرداف، الفخذ، الساق، الذراع. وكأنك تمارس مجموعة من تمارين الأيروبكس المختلفة. من الرائع أن تقوم الأسرة كلها بممارسة التمارين معا والحصول على نتائج مرضية. بدأ التعرق على الفور، وبدأ الشعور وكأن يمارس رياضة الجري والأيروبكس معا. نصيحة، لا حاجة للأجهزة الرياضية كبيرة الحجم، حتى وإن كنت جالسا على الأريكة، المقعد، مكان صغير تستطيع التمرين، فالمكان أصبح لا يمثل عائق. صغير الحجم حتى في التخزين أيضا يمكن ذلك بسهولة. ثقة بالنفس، جسم صحي، لا تحسد الآخرين ولا تتردد. الآن قم بشراء إنجوي سي، الجهاز الرياضي صغير الحجم ذي الوظائف المتعددة، واحصل على القوام والجسم الرائع الذي لطالما حلمت به.